من المفاهيم الإسلامية الأصيلة مفهوم الجهاد الذي يترجم خطب إلى اللغات الأجنبية بمعنى الحرب المقدسة وهو معنى غير مناسب وغير دقيق. فما الجهاد إذن من المنظور الإسلامي؟ نقرأ في معاجم اللغة الجهد بالفتح المشقة، يقال اجهد جهدك في هذا الأمر أي ابلغ غايتك، والجهد بالضم الطاقة، ولا يقال اجهد جهدك. أما في القرآن الكريم فلم يرد لفظ الجهاد اسم معرف بال هكذا الجهاد، وإنما ورد الفعل جاهد يجاهد، والمصدر جهادا مقترنا في الغالب بفعله، ولم يرد منه في الذكر الحكيم مصدر المشاركة مجاهدة مثل قاتل مقاتلة، لأن فعل الجهاد هو من جانب المسلم لأنه يقاتل دفاعا عن النفس أو في سبيل الله، أما مقاتل المسلم فيقع خارج هذا المعنى. وردت 3 آيات مكية في القرآن ذكر فيها الجهاد والمعنى فيها من صرف إلى غير القتال بالسيف أو غيره، لأن القتل والقتال لم يكن أسلوبا في الدعوة في المرحلة المكية، وبالتالي فمعنى الجهاد في الآيات المكية ينصرف إما إلى معنى الحجاج والإقناع القتال بالكلمة لا بالسيف، وإما إلى قمع هوى النفس وكبح الشهوات إلى آخره. الآية الأولى حسب ترتيب النزول هي قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. الفرقان 52. والمعنى لا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من أن تعبد آلهتهم ولكن جاهدهم جهادا كبيرا، جادلهم وأقم الحجة عليهم حتى ينقادوا للإقرار بما فيه الطبري. والآية الثانية هي قوله تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. العنكبوت 6. والمعنى ومن جاهد نفسه في منعه مما تأمر به وحملها على ما تأباه فإنما يجاهد لها، لأن منفعة ذلك راجعة إليها، وإنما أمر الله عز وجل ونهى الرحمة لعباده وهو الغني عنهم وعن طاعتهم. الزمخشري. وهذه الآية هي كقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، أي من عمل صالحا فإنما يعود نفع عمله على نفسه، فإن الله تعالى غني عن أفعال العباد. ابن كثير. والآية الثالثة قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. العنكبوت 69. والمعنى الذين يعملون بما يعلمون يهديهم الله لما لا يعلمون. وفي هذا المعنى نفسه قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. القرطبي. ابن كثير. إلى آخره. هذا عن الآية التي نزلت في مكة عن الجهاد. أما في المدينة أو في الطريق إليها فقد نزلت آية الإذن في القتال في السياق التالي: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوائن كفور، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحج 38-40. 3 آيات تشكل سياقا واحدا مجمل مضمونه: إن الله هو الكفيل بالدفاع عن الذين آمنوا في مكة قبل الهجرة، والذين كانوا يتعرضون للظلم والآذى من طرف مشرق مكة، وبالتالي فعلى هؤلاء المسلمين ألا ينساقوا مع الرغبة في الانتقام من كفار قرائش بنفس أسلوب هؤلاء القائم على القتل غير الاغتيال.
أي دون مواجهة صريحة تتيح للمعتدى عليه الدفاع عن نفسه. لقد أكد سبحانه وتعالى أنه لا يقبل مثل هذه الردود التي وصف من تصدر منه بالخيانة والكفر. لكن بعد أن أصبح المسلمون قوة مدي في المدينة بعد الهجرة إليها، فإن الله يأذن لهم بقتل كفار قريش، أولئك الذين ظلموا المسلمين فقتلوا منهم وأخرجوهم من ديارهم بغير حق، إلى آخره. وقد بين تعالى أن الحكمة في الإذن بالقتال هي دفع الناس بعضهم ببعض، بمعنى دفع ظلم بعض الناس لبعضهم بإقرار حق الدفاع للمظلوم عن نفسه ودينه وماله، إلى آخره. والقتال المعني هنا هو المواجهة الصريحة المعلنة التي تخلو من الغدر بالخصم وقت له غيلة. وقد أكد تعالى هذا المعنى في القرآن الذي نزل في المدينة فاستنكر الغدر بالعدو أو اغتيال أفراده من دون مواجهة صريحة تجعل كلا من المسلم والكافر على العالم بالنية الآخر في مقاتلته. قال تعالى: وإما تخافن تعلما من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء، أعلمهم أنك نقضت عهدهم لئلا يتوهموا منك الغدر، إن الله لا يحب الخائنين. الأنفال 58. بمجرد ما وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أخذ ينظم حملات جهادية ضد مصالح قريش التي أخرجت المسلمين من ديارهم، فكان تعرض قوافلها التجارية والدخول مع أصحابها في مواجهة عسكرية واضحة لا خيانة فيها ولا غدر. وكذلك الشأن عندما تطورت هذه الحملات الجهادية إلى حرب صريحة بين الرسول وجنبه من المهاجرين والأنصار وبين زعماء مشركي مكة ومن تحالف معهم من القبائل من داخل مكة أو من خارجها. وجميع ما نزل في المدينة من آيات في القتال والحث على الجهاد بالنفس والمال كان يخص الحرب بين المسلمين الذين ظلموا وأخرجوا من ديارهم، إلى آخره، وبين المشركين وحلفائهم الذين ظلموهم في مكة وخارجها. والمنطق العام الذي يسري في جميع آيات الجهاد التي نزلت في المدينة هو قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم، البقرة 218. وقد بين الرسول الكريم نطاق الجهاد في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، فتح مكة، ولكن جهاد ونية. قيل: والمراد بالنية هنا إخلاص العمل الليلة، أي أنه لم يبق بعد فتح مكة هجرة لأنها قد صارت دار إسلام، فلم تعد منها الهجرة ذات قيمة، وإنما بقي الإخلاص في الجهاد. وقد حدد بعضهم حقيقة الجهاد بصورة عامة بأنه استفراغ لوسع الجهد فيما لا يرتضى، وهو ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهري والشيطان والنفس. وتدخل الثلاثة في قوله تعالى: أجهد في الله حق جهاده، الحج 78. وفي الحديث أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يجهد الرجل ماله ثم يقعد يسأل الناس، والمعنى لا يجهد ماله أي يعطيه ويفرقه جميعا هنا وهناك إلى أن يصير فقيرا معظما. وقد ورد أن رجلا قال للنبي: بايعوك على الجهاد، فقال النبي: هل لك من بعل؟ أي من تعوله وتجب عليك نفقته كالأولاد والوالدين. ومن هنا استخلص الفقهاء أن من شروط الجهاد الذي هو فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي إذن الوالدين، وعدم تعريض الأطفال للعسر والإهمال. وللمقال صلى: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
كما قال الله عز وجل جلاله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.